السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد. نناقش فيها مكامن القوة ونقاط الضعف في برنامج حكومة الوزير محمد والبلال. سيدني، أنا أستضيف لنقاش هذا الموضوع الكاتب الصحفي سي عزيز ولي الصوفي. أهلا بك أستاذ الكريم، شكرا على تلبية الدعوة. قبل أن ندخل في البرنامج الجديد للحكومة، ما هو تقييمكم للحصيلة الماضية؟ أولا أشكركم جزيلا الشكر على الاستضافة. فيما يتعلق بالحصيلة الماضية، إذا ما نظرنا إليها من زاوية موضوعية، نعم، فإنها كانت حصيلة معقولة ومنطقية جدا في ظل كوفيد. كما تعلمون هذه الجائحة سببت الكثير من التعطيل والتباطؤ في تنفيذ المشاريع الحكومية، ليس فقط لموريتانيا بل للكثير من الدول النامية. وكنا ننتظر أن يتم أن تسعى هذه الحكومة إلى قهر كوفيد على الأقل فيما يتعلق بالأساسيات وبتفعيل مشاريع كبيرة، لم تتمكن من ذلك إلا أنها حاولت أن تساير الوضع. ولذلك من زاوية موضوعية فإنها كانت حصيلة. نعم، وهذا هو اللي هذا ما اثار النقاش حول اداء الحكومه. وصفت هي اكثر من سياق بانها حكومه ضعيفه، نظرا لانه لم تكن هناك مشاريع بمستوى الطموح. هل تتوقع انه الاداء في المستقبل يتحسن ونحن مقبلون على الانتخابات بعد سنه واكثر؟ ليس فقط هو ضعف الاداء، وانما ايضا التناقض مع ما اعلن عنه رئيس الجمهوريه السيد محمد الشيخ الغزواني. كما تعرف السيد محمد الشيخ الغزواني في تصريحاته الاخيره كان أقرب للمواطن وللموضوعية، لأنه أشار إلى أن هنالك بطء في المشاريع وبأنه لا يرضى عن حتى انتقد أداء انتقد بعض أداء بعض الوزارات. إذن كان صريحا مع المواطنين ويسايرهم في 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 معاناتهم. هذه الحكومة جاءت بأرقام كبيرة وتشغيل العشرات المئات وب إنجازات كبيرة. إذن على أي أساس يتم بناء هذه الأرقام، خصوصا أن المواطن يعيش الآن أزمة تتعلق بارتفاع الأسعار، تتعلق بصعوبة المعيشة، والحكومة تتحدث عن أرقام فلكية. هذا التناقض وهذه الفجوة. المطلوب أن الحكومة أنها تكون تتحلى بنوع من الشفافية، وأن تكون تساير الوضع. لأن لا يمكن أن تقول بأن مثلا أنك قمت بتشغيل المئات، نعم، وعندما ننظر إلى الضمان الاجتماعي، التأمين لدى الضمان الاجتماعي مثلا لم يتجاوز 6000. نعم، أي نوع من التشغيل يتحدث عنه الآن؟ عندما تنظر إلى البطالة، مستوى المرتفع للبطالة، وتقارن بالأرقام الحكومية التي قدمت، سترى بأن هناك ضبابية شيئا ما. عندما تجد إلى ما أعلنته تآزر مثلا من مشاريع وردية وجيدة، وتنظر إلى واقع المواطنين حتى في المناطق التي أعلنت تآزر بأنها تدخلت فيها، تجد هناك تشكيك واضح. من يتحمل المسؤولية في هذه؟ حتى المواطن البسيط يشكك في هذه الأرقام التي تقدمت بها حكومة الوزير الأول محمد البلاء. من يتحمل المسؤولية في هذه الوضعية برأيك؟ هناك فجوة كبيرة، واقع الناس والأرقام التي تقدمها الحكومة. صحيح، لكن رغم ذلك هناك أمل بأن تكون سنة 2022 تكون سنة التسريع من وتيرة العمل الحكومي وتنفيذ البرنامج الذي أعلن عنه الرئيس محمد الشيخ الغزواني، برنامج تعهداتي. في الحقيقة تأخر هذا البرنامج كثيرا، وكما أسلفت فنحن مقبلون على انتخابات قريبة، ولا يمكن أن تذهب إلى الانتخابات ببيانات لبعض الوزراء معظمهم تكنوقراط ليست لهم جماهير وليس لهم حضور، وبعض المديرين الذين لا يزنون شيئا في القواعد الشعبية وليس لديهم أي تأثير، ومع ذلك يحملون أرقام فلكية. إذن أعتقد بأن الأيام والأسابيع القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت، بحيث يتم لا أقول مسح الطاولة، لكن على الأقل ترتيب البيت من الداخل للبحث عن رجالات وشخصيات وكفاءات
قادرة على العمل الميداني وقادرة أن تساهم في التسريع من وتيرة هذه البرامج وهذه نعم أشرت إلى أنه إلى الآن لم يتم الإعلان عن أو لم تشكل حصيلة مفاجآت فيما يتعلق بمستوى المشاريع ومستوى الإنجازات التي قدمت، حتى وهناك بعض التشكيك في الأرقام التي تم الحديث عنها. ما هي نقاط القوة في هذا المستقبل الذي لديك أمل كما أشرت؟ نعم، نقاط القوة في هذه الخطة الجديدة وهذه نقاط القوة واضحة. هي أولا أن الرئيس محمد الشيخ غزواني منذ توليه السلطة بدأ يضفي على الساحة السياسية نوع من الهدوء، بحيث استطاع بحكمة أقول ولا أخشى أن أقول بحكمة أن يقنع كافة الطيف السياسي بأن موريتانيا فوق كل اعتبار. ولذلك كنا في انسداد سياسي ومشادات في زمن العشرية، فتحولنا إلى مناخ سياسي هادئ طبعه التشاور وطبعه تبادل الآراء بين مختلف مكونات الطيف السياسي والحقوقي والمدني. وهذا الشيء أيضا يحسب لهذا النظام بأنه لا يوجد أي سجين سياسي ولا صحفي ولا مدون في السجون الموريتانية. سجناء ركيز، سجناء أكثر من منطقة في المواذيب وفي غيرها، أين هؤلاء؟ هؤلاء فعلا سجناء، ونطالب رأي في النهاية. نطالب من هذا المنبر بإطلاق صراحة، لا أتفق معك أنهم سجناء رأي. ليس هناك أكثر من التوصيف فيما يتعلق إذا ما نظرنا إلى الجانب العادي في موريتانيا. هم أيضا يقول القضاء شيء آخر مختلف. أنا لا أود أن أتطرق. نعم، هذه مسألة القضاء، ولكن بشكل عام أنا أطالب بإطلاق سراح. نعم. وضد اعتقال أي شخص على رأيه أو التعبير عنه، لكن ذلك التعبير قد يختلف، قد يكون في الأطر القانونية المعهودة وقد يكون في أطر أخرى. نعم. يكون القضاء لصاحبه بالمرصاد. إذن نحن من وجهة نظري أعتقد بأن هذا النظام يحسب له بأن لا يوجد أي سجن، وهناك احترام للحريات ولحرية التعبير أساسا. نعم. هناك أيضا نعم. هناك أيضا تدخلات فعلا، خاصة أيام أزمة كوفيد في بعض المناطق ذات الفقر، مثل إرسال بعض المعونات والفقراء ومساعدتهم والسيطرة على عملية التضامن التي كانت جارية، وبث الكثير من المواد الأساسية وسيطرة على هذه تخفيضها. هذا في الحقيقة أساسي ومهم ويشيد به الكثير من المواطنين. هنالك أيضا التأمين الصحي الذي تسلمته بعض الأسر الفقيرة، مع أن المعلن غير هو الواقع، فهناك الكثير. نعم. من الأسر لم تستلم. نعم. وهذا ما كنت أريد أن أسأل عنه. عندما نتحدث أنا أتكلم معك من ناحية موضوعية. نعم نعم تماما. هو أنت لا حقيقة فقط. هذه وجهة نظرك في النهاية. نعم. هو أنت تتحدث عن وجهة نظرك، ولكن صحيح. عندما نتحدث عن واقع الناس، ونتحدث سواء عن التأمين الذي أشرت إليه، وسواء عن التقسيمات المالية، وسواء عن بعض القضايا الأخرى السياسية وغيرها، ألا ترى أنه هناك ضعف أكثر مما هو هناك قوة في أداء هذه الحكومة؟ أنا أقول دائما بأن هذه الحكومة أنها لا أقول ضعف، لكن هذه الحكومة تنقصها الكثير من في بعض قطاعاتها الوزارية، كثير من الخبرة والكثير من الديناميكية، ولم تكن على مستوى الطموح الذي أعلن عنه الرئيس محمد الشيخ غزواني. الرئيس محمد الشيخ غزواني رسم ببرنامجه تعهداته وبخارطته التي رسم للموريتانيين مستقبل زاهر. هذه الحكومة التي جاءت لم تتمكن للأسف الشديد من مواكبة هذا الطموح، وما زالت عاجزة في الكثير لماذا من قطاعاتها. لماذا إذن ما زال الرئيس يحتفظ بهذه الحكومة التي وحتى هو نفسه انتقد أداء هذه الحكومة؟ السؤال أساسا يطرح على لا أنت كمتابع ومهتم بهذا الشأن. ربما موريتانيا لأول مرة تمر بمرحلة أنه الرئيس بعيد كل البعد عن النقد، وكل النقد يوجه للحكومة، حتى الرئيس نفسه ينتقد الحكومة. نعم. ربما لأول مرة نمر
بوضعية كهذه. نعم. أعتقد كما قلت لك بأن الأيام والأسابيع القادمة ستوضح الصورة فيما يتعلق ب... لا أقول بأن كل وزراء أنهم فشلوا في أداء مهامهم، هناك وزراء نجحوا في تأدية مهامهم للأمانة واستطاعوا تفعيل قطاعاتهم، وهناك للأسف البعض حكم لم نقل جلها لم يتمكن. أعتقد أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، ستكون حاسمة في هذا الموضوع، لأن كل المعطيات تدفع إلى ضرورة ضخ دماء جديدة وإلى ضرورة ترتيب البيت من الداخل، فالانتخابات قريبة، فالمواطن بدأ يفقد الأمل، فالأسعار مرتفعة، فالرواتب متدنية، فالمشاريع متعطلة، إذن هناك الكثير من الأمور التي لا بد من خطوات جريئة وقرارات حاسمة لدفع الوضعية. نعم، هذا يحيلنا إلى السؤال، هل سيغير الرئيس طبيعة التعامل مع الحكومة؟ لأنه هذه الحكومة يلاحظ أنه أعطت صلاحيات للوزراء وهكذا يقال، وربما تكون النتيجة بحسب تصريحاته الأخيرة أنه انتقد أداء الحكومة، ربما غير راضي 100% عن ذلك التفويض. هل يمكن أن يتغير الأداء مع في قابل الأيام؟ اسمعوا منك الإجابة بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذا النقاش في برنامج المشهد حول نقاط القوة والضعف في برنامج الحكومة، حكومة محمد والبلال. ابقوا معنا. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحياً إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته. غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات. عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه مكامن القوة ونقاط الضعف في برنامج حكومة الوزير محمد والبلال. نناقش هذا الموضوع مع الكاتب الصحفي عزيز والصوفي. طبعا أشرت في البداية لأنه ربما الأيام القادمة ستكون هناك تغيير على مستوى الحكومة، تتوقع أيضا أن يغير الرئيس مستوى تعاطيه مع هذه الحكومة؟ أعتقد أن هذه الأمور بدأت، رئيس بدأ يعطي إشارات واضحة بضرورة تفعيل المشاريع، أيضا بدأ التفتيش يطرق باب بعض المؤسسات، وكما لاحظتم تم اكتشاف بعض الفساد في مؤسسات وقطاعات هامة. مفتشة الدولة أصبحت تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة. خطاب الرئيس الأخير كان صريحا في هذا الاتجاه، ينحاز المواطنين ويشعر ب معاناتهم ويطمئنهم بأن الوضع سيكون على ما يرام. إذن كل هذه المؤشرات تشير بأنه لا بد من طاقم قادر على مواكبة هذا الطموح وتفهم الوضع الذي تعيشه البلاد الآن. البلاد في منطقة ملتهبة شرقا وغربا وجنوبا، وفي قارة كما تشاهدون أيضا لديها تداعيات جديدة قديمة جديدة،
في هذه الجائحة التي أضرت كثيرا باقتصاد البلد وساهمت في ارتفاع كبير الأسعار وعطلت الكثير من مشاريع الدخل للمواطن البسيط. إذا لا بد من قرارات حاسمة ولا بد من تكثيف العمل من أجل الوطن ومن أجل خدمة هذا الشعب الذي يطحنه ثالوث الفقر والتخلف والجهل، وهذا الشعب الذي يعاني في كل بقاع البلد ولديه آمال كبيرة في الرئيس محمد الشيخ غزواني الذي جاء ببرنامج شامل صوت له الموريتانيين بنسبة 52%، وهم يريدون من هذا البرنامج أن ينتشر من موريتانيا الفساد وموريتانيا النهب وموريتانيا المحسوبية وموريتانيا الزبونية وموريتانيا دولة بين جماعات ضيقة وموريتانيا التهميش وموريتانيا الإقصاء وموريتانيا العبودية إلى موريتانيا لكل الموريتانيين، إلى موريتانيا ينعم فيها المواطن بالرفاه وبالعيش الكريم، تكون فيها ينحصر فيها معدل البطالة، يتم فيها السيطرة على الأسعار وتخفيضها، يتم فيها زيادة الرواتب، يتم فيها تلبية مطالب النقابات العمالية، يتم فيها تلبية مطالب الشباب، يتم محاربة الفساد والمفسدين. إذن المواطن ينتظر كثير من رئيس الجمهورية. لأن الرئيس انتصفت المأمورية ولم يحدث هذا، ما زال هناك البرنامج، هناك إشكال متعلق بالحكومة وأكثر من مرة إلقاء اللوم على الحكومة. برأيك ما هي نقاط الضعف؟ أنت ترى فرضية أنه هناك تغيير قادم على مستوى الحكومة، ولكن بالتأكيد البرنامج حكومي سنوي، وهذا البرنامج تعتقد أنه يمكن أن يتجاوز هذه نقاط الضعف اللي أشرت إليها قبل في الجزء الأول من البرنامج، أم أنه سنكرر نفس التجربة وبعد سنة أو سنتين نقول فعلا الحكومة كانت ضعيفة ويمكننا انتداب حكومة جديدة؟ أعتقد أن تقييمي لبرنامج الذي قدم بالأمس كان واضحا. نعم واضح. هذه السنة نأمل أن لا يكون البرنامج الحكومي كما كان في سنة 2021، سنة 2022 نأمل أن تتم اتخاذ إجراءات وقرارات صارمة ودفع كبير للمشاريع نحو الأمام وإنجاز شيء على أرض الواقع، على الأقل في الانتخابات الرئاسية البلدية والتشريعية لا بد من قبل ذلك من إنجاز شيء ميداني حتى يتمكن الحزب الحاكم والأغلبية الحاكمة من تقديم شيء مقنع للمواطن يستطيعون لكي لا تكون المعارضة لها نصيب الأسد من هذه. ومن المؤكد أن المعارضة لن تبقى صامتة إلا وقت محدد عندما تقترب الانتخابات، فلا بد أن تكون هنالك منافسة، وليس عند المعارضة من شيء إلا نقد الواقع وتبيين حقائق النظام، وهذا بدأ بالفعل لدى بعض المعارضين. أما السوشيال ميديا فدائما هي ملتهبة ضد النظام وضد العمل الحكومي، إذن لا بد من العمل الجاد وتكثيف العمل في أقرب وقت ومحاولة لا نقول مسح الطاولة لكن جلب وجوه جديدة مقنعة ليست الوجوه التي ربما ملها المواطن ومنذ هذه الحكومة أيضا لديها هذا الإشكال، تدوير المفسدين، تتهم بتدوير المفسدين وحتى خلق أزمات جديدة، لأنه فيما يتعلق مثلا بالأسعار ربما كانت في متناول المواطن إلى حد ما وهناك ارتفاع جنوني. أنا لا أقول تدوير المفسدين، لا يمكن أن أتهم أي شخص دون بين، لكن أقول بأن أي شخص عندما الحمد لله يتولى مناصب عديدة من يعبر عن هذه وجهة النظر هذه يصطحب معه أنه مثلا التحقيق البرلماني ذكر عدة أشخاص وبدأت مثلا كواجهة لمحاربة الفساد وكملف تصدر الأولويات في البداية وتم تقليص شيئا فشيئا وحتى نعم هذا أيضا هذا أحد المؤشرات لمن يتحدث عن وجهة النظر هذه. هون قاعد شبسط من ذلك. نعم. شفت إنسان
وعين المرات في ياسم البلايس. نعم. ياسم البلايس ما شاء الله. ولاي ينقبض من المؤسسة يتم تعيينه في هذه المؤسسة ثم هذه المؤسسة وهذه الوزارة. وهو لم يقدم شيء يذكر. نعم. معناها ما قدم ما عدل إنجاز عظيم، ما أتقن برنامجه، وكل سنة نفس الشيء. هذا النوع من له المواطن. راه قاع ما هو مفسد، بنادم قاع راه ما هو مفسد. ولا عنده مشكلة ولا قبض قلب. نعم. غير ما قدم شيء. أعطوه فرصة. الواحد آخر عنده أفكار جديدة وعنده حماس وعنده طموح ومستعد يقدم. نعم. هذه واحدة. أيضا فيما يتعلق بالمفسدين، المفسدين أنا أعتقد أن هناك خطوات واضحة في هذا الاتجاه. بعضهم أقيل من مناصبه، وهذه خطوة تحسب للرئيس محمد الشيخ رازوان. بعضهم أقيل من منصبه وقيل له اذهب حتى تبرئ. معروف. نعم. معروفة هذه الوضعية. وفي كل مرة وزير الاتصال يقول أنه إذا الناطق باسم الحكومة يقول إذا تم اكتشاف أي مفسد فإنه سينال العقاب. لذلك نحن لا نخشى من ناحية أن يستمر المفسدين في مناصبهم، نحن نخشى من استمرار الفساد دون أن يجد رقيب. لا بد من تفعيل المفتشية وضخ دماء جديد فيها ومنحها الكثير من الوسائل حتى تكون في كل مؤسسة في كل وزارة في كل إدارة تراقب تسير خطوة خطوة. فموريتانيا عانت كثير من نهب مقدراتها من نهب ممتلكاتها، وما ضيع موريتانيا وأخرها عن البلدان المجاورة ليس ضعف ليس قلة الإمكانيات وليس ضعف الخبرة، وإنما الفساد. الفساد هو الذي أخر موريتانيا وهو سبب البؤس والفقر المدقع الذي يعيشه كل الموريتانيين اليوم إلا ذلة قليلة. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي عزيز الصوفي. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من المشهد. إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.